لله وحان نحي عرب محمود عبدي وضي دولة الصومالية وحان مدام بقان إذا مضى كتر سنة وحان ضروري يقفكم ملك ستو وشوين وحط ولصعين صدح ذا قدر وحوي صومالي ميديا كاد يسبب مخليو صومالي ذا قبائل كن نقطية دبل كلا سامو ذي وحكشة كينسا وحنقوا ربعنا صومالي ملك استوي فوق طبعا مش هو قبائل هتاي صومالي النقطة صومالي أي دولة نمدي ذي وحدو أي وح نقطة وحاب بلا عبي وصومالي أي إرسن دونتا صدح دينينا جيبوتي سوغو تغي مدحوينها صوماليا مدحوينها جيبوتي انا قد دقال كلاس عمودنا وان اقنها يو هالكاس هالغسو ام ببهي حاسا شيخ محمد قوبت مبح طبعا تدوع عشاك بعد بارساستي لغسو دري جيبوتي ايتم بربراء مركا صومالي قبيالات هدي دي بقول نقطو صدح لا نين باقا بيالة صومالي وبلاغي وحوية إدكستا ويلا صعطا هديد يا صومالي أي قبيالة نقطو وأي ديبو نقطو وحوية نمان كاسا قبيالة بلاغي تقال كالله سعون هل كاسا لغسو أبابولي إلا إمك كان وحوية إدكستا صعطا إدو تمادد ويسويا لكن تدك إذن لدك عالميا إدماشا محوهاي تو عد كوبا باسطين و اساسي وي و اساسي مقالات عد خساره و قيستين نوال اسعانود هدي إساق لي هرتي يدارود بعد إسلام أنا إساق با معانا بچهتين يو برسنجيل إينا يين إمان تقال ككسو عنا يلا اسعانود وحق لقي قل كرا يما تاسم تاسم لي هاي صومالي قبيالة وحوصوا لها كلمة ده قبيالة حدي تبغوا نقطة شركة جبوتي باب بلاوي يساق عن التاريخ ويشيك دمتا حوية هل كاسا لقسوا أبابلين ماذا حوينه إلا ماي صومالي باوحا كود حجر وكاسا قيمية تاين تاسان كلاية وحاكالو أن تدك خير اسسي أنو شيغية وأنو قدقية وحايمي إذا أفر قالوا وطاقوا وارادة وبروها قلقلة يخيمي بروها هاي لانتا إذا كانت واني منكي أول بأي وذا شقي سنشري سوملا وحوية وكوي أول بأ إيقو وذا سعودات كلا سعنات كليني وحوية أنو الشباب منهن أركك حسنة منهن صومالي وحلالي وحي قاري الشباب يقارسيسي حسبك كل مية ايا ان لو راعو اي مدنتاي صومالي waxa weeye wax allaale wixii koonfurid wax lagu yeelay xisbiga kulmiye baa dhaqaalahana bixiya abuuritaankeedana ka dambeeyay waa arintaasii waa arin caana meel walba united nation igad meel walba wala soo bandhigay in kulmiye uu nimanka uu ku dhex jiro dhaqaalaha bixiyo oo muxuu hayto si walba ugu shaandheysan yahay taasna waxa weeye إذن كان أفرط قاري نويل وكيف بروها حدك أساسي وقدي جيا هلك هركت عالم ما يعني إذن كان الله يعني وحيقص على ووي عدين إن هول قلدي أي سمين ترين يقول نرك نحرم على مده نسيت على مده هلقش يكين هو عيد الله ضلبي اللو سمين إن إن صور ده كلام ووحي سمين ترين أي سمية بيدوني يعني كباهيرتو أرنتي أي هيسة أرنتها كوساب سنة هذا صدح لابتو ها فر لابتو أرنتها كديك توناتو أيضا ماذا هديتها إسرائيلش يا هدي قديك صدح يا صدام كعتاي يا هدي إسمات طيبة استافيدو ده أرنتها وين أدي أدي وقت حدران وحوية وهاوش يبقى لاصق وما ماضي لكن يبقى لاصق على مدي نبي ستان هاوش الله ويا له وهاوشة وحان دقنين أدق
وتحدر كذا لا أن تتك وش يا رئيسي قف كستوبة قف ككل الجوعة وأنا ضف استطاع أكتا أنت تاسو أرين إنه قص كورونا حبوا هرك هذا قال من ما يعني هو جديه إنه حلاص ودريا تاسنا أنت تاسن كدي جيا وحكلوا عن ربع هالكن إن كشيو هو عيتو وحن كشيو جيا تقالك وأسسي قلبه نتاعي إلهي بانا رمي هي سيسكله الحمد لله بامولنا الحمد لله رب العالمين بامولنا قف كستو السينا وينو الحمد لله رب العالمين وش إلهي سيه ويرهذا وعن قلنا إساق وش يا نبي ور وحي وقته وكذا ماضي حق إلهي والله كرتاه إن إلهي وقت كيسي وإذا كنا ماضي باتقال حتى أتكفه من الأدين حليب أودن بيسيو وحاد أعضي كاريسو يا كسوة بحصدي إذن كسوة مالله طبعا سدين دين باوتي كتكا لغسو غاري غاري جيبا قليمي رساس تمركي لغوري دي أفرن نوي سوة بحصد ووي نوتيم ووان نوت قبان أفر تي كلنا إيقا ديلي إذن كا horta Soomaaliland wax ka dhex socda waa waxa anagu aan anagu soo gaarinba ayayba iyagu is dhameeyeen waxyaabaha ajeebka aan arkay aan halkan ka cadeynaya waxa weey aan dagaalka ku dhex arkay waxa jira baabuur maalin hore laga gubay halka yaala dareen madoobe waxa ku jira dadku markay maqlaan gaari ay la yaabi doonaan marka uu sheego gaariga ninki gaandhiriga ka aha uu gubtay gaalo ninki gaandhiriga ka aha ayaa oo qalfoofaba ba qurigi meeshu ku xidhnaa qalfoofahaanu dul yaalla katiinad ay ku soo xidheen ayaa gacanta kaga xidhan oo qoriga fadhigiisa ugu xidhan waxa weeye ciidanka Soomaalilana dagaalamaya horta waa ciidanka nuux caasay sida dabada looga wado waa katiinad baa ku xidhan isagoo qalfoofa meeshii yaalla miidiya in laga soo daayo waa qolada miidiyo waa kala xishootay dadkuna waa kala xishooday inay miidiyaha ka soo daayaan laakiin waxyaabaha dhacdooyinka aanu aragnay ee la yaabka ee ayan kuwa arruntooda lasoo guraya ayan war hayna ina bixi u baabacsanayo baanu u sheegaynaa katiinad baa gacanta kaga xidhan bidixda waa si uusan ninkaasi isagoo gubanayo ka degan kari waay ta kaloo aan arkay waxaan arkay oo dagaalka ku arkay nin toban firaash istur saaray halkaa burmadka aqalkii loo sameeyey toban firaash oo guryaha kala baxay buu istur saaray isagoo ku dhex xurda oo gaadhigu saari lahaa waraadka ama taagan yahay ciidan gala oo meeshii la qabsaday isagoo tobankii firaash dur hurda labada kariyood ay isaga baxday xaggan iyo xaggan toona ismar hugin isagoo meeyda buu tobankii firaash dur saaray waa waxyaabaha dhacdooyinka aanu aragnay marka waxaan leenahay war anagu weli waanu muxuu ahayta ciidankiina inaanu go-doominana awood baa mahadda u leena weli waxbaanu u tunayna wax inaga dhexeeyaanu u tunayna sidaad mintidka u tihiin aad xasuuqa iyo maatada iyo aad u gelaysaan weli annaga dagaalku halkaa nagama gaarin weli talaa idinla gudboon talaa idinla gudboon weli waxaan baaq ahaan idin ku soo jeedinayaa war dagaalka meesha ka socda inta ciidanku uu xabada madaxa kaga dhuftay ee dagaalka diidan ba inta anagu aanu dilay ka badan marka caruurihiina u tashada baan idin leeyahay arrintaasna intaasaan kaga baxayaa ee miidiyaha iyo